دي في كل مكان في العالم اسمها طفايه حريق. في مصر اسمها يا ساتر يا رب فلا الله ولا فعلك، ابعد علينا البتاعه دي، النار ما بتحرقش مؤمن، على اساس ان كل ضحايا الحروق في مصر دول من احفاد ابو لهب. الناس اللي بتخرج وبتضطر تسيب ولادها في البيت وبتقص عليهم من بره. طب يا جماعه ما لو حصل حريقه هيهربوا ازاي؟ يعني هيطلعوا يجروا ازاي؟ يعني انا مثلا بقول لاولادي ان لو حصل اي حريقه بسببكم او مش بسببكم ما تحاولوش تطفوها. انا مش هزعق لان هم ممكن هم اللي يعملوا المشكله الحريقه ويخافوا فيحاولوا يطفوها لهم، ما تحاولوش تطفوها، تطلعوا فورا تجروا من البيت ما تفكروش وتطلبوا مساعده. انتوا نفس الحكايه اعملوا كده، لو حصلت حريقه مش هتزعق لكم يا اولاد ما تخافوش، واطلعوا بره البيت اجروا ورنوا على جارتكم او جار او انزلوا للبواب، يعني حطوا لهم خطه في حاله حدوث الحريق. ما بلاش بقى جو التشاؤم بقى والتفاؤل، لازم دي حاجه معروفه. الناس اللي في الدفايه يا جماعه بتتحط في الفيشه دايركت، ما بتتحطش على المشترك. تقول انا جايب التورك ابو 200 300، ما الفيشه اللي الدفايه تتحط في الفيشه دايركت. لو في المطبخ ما ينفعش تحط التوستر والكتل والفرن والبتاع وكل ده في او الثلاجه في مشترك، ما هيولع، ده منطقي. شغلت الكتل شيله حط في فيشه التوستر، مكسل هتحصل مشكله، هي هيشيط هيتحرق، دي يعني حاجات بديهيه يا جماعه، يعني منطقي. البتاعه دي لما تبقى تجيبوها لازم تتاكدوا كمان ان هي مش اكسبايرد ومش بايظه وشغاله، يعني ما تجيبهاش منظر. يعني البتاعه دي مهمه جدا يا جماعه، طفايه الحريق دي مهمه جدا. بس فاتمنى ان كنتوا يعني يكون الموضوع ده مفيد، وشيروا الفيديو ده فاهم، يمكن يفيد ناس. شكرا وربنا يسلم طبعا.